بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة مورا سوفت. أنا سمير جمال من دورة البي اتش بي، وده الدرس 30. إن شاء الله خلال الدرس 30 هيكون الجزئية الثانية من عملية الفلترز. طبعا في الدرس السابق اتكلمنا عن السانيتايز فلتر، النهاردة هنتكلم عن حاجة تانية مختلفة من عملية الفلتر، حاجة اسمها الفاليديت فلتر. سؤال هيجي في بالك، هو إيه الفرق بين كلمة سانيتايز فلتر والفاليديت فلتر؟ عشان نبقى واخدين بالنا، كلمة سانيتايز أصلا يعني عملية تعقيم، الكلمة اسمها تعقيم. بمعنى أنا دلوقتي على سبيل المثال عندي ويب سايت، المفروض إن المستخدم ده هيكتب اليوزر نيم والباسورد أو هيكتب الفيرست نيم واللاست نيم. طيب نتخيل جزئية كده قبل ما نعمل أي شيء. الدرس السابق إحنا عملنا حاجة، إيه هي؟ أنا عندي مستخدم هيكتب اليوزر نيم بتاعه، مثلا سي مثلا سمير، أدا الفيرست نيم وأدا اللاست نيم، تمام، وعمل عملية تسجيل دخول أو عمل عملية حفظ أو أيا كان. طيب نتخيل جزئية كده، أنا مش عامل فلتر للشخص ده، مش عامل فلتر على الانبوت اللي داخلالي سواء الفيرست نيم أو اللاست نيم. طيب نتخيل كده إن أنا مش عامل أي فلتر، وطبعا كود الدرس السابق، بس أنا هوريك الفكرة بين الفلتر وبدون فلتر. طيب الراجل هنا دلوقتي مثلا على سبيل المثال جاي هنا راح كاتب لي جملة جافا سكريبت، عمل اليرت للجافا سكريبت كده رسالة ان تطلع لي سمير جمال مثلا، وراح كاتب ادا اللاست نيم وعمل سبميت. لاحظ ايه اللي تم؟ طلع لي رسالة جافا سكريبت وطلع لي سمير جمال في رسالة اليرت. طيب هل هو من الصح اصلا ان يتم على الويب سايت، يعني تقدر على الويب سايت بتاعك ان مستخدم يكتب حاجة بالشكل ده؟ في الحالة دي يبقى حاجة خطأ. طيب هنا انا بحتاج، في الدرس السابق عملنا حاجة اسمها السانيتايز فلتر، إن هي عملية التعقيم. أنا بقول للسيستم بتاعي أو البي اتش بي عندي فانكشن اللي بتشتغل معايا، بقول له الحاجة اللي جاية لي من الفيرست نيم عقمها لي الأول، الحاجة دي هتكون عبارة عن جملة سترينج، لو لقيتها غير كده احذف لي كل الحاجات دي وحولها لي لجملة سترينج. طيب إزاي؟ طيب هنوقف إن إحنا نعمل إيكو للفيرست نيم وهنعمل إيكو للفلتر. انا بقول له هنا، طبعا انا مش هرسل، يعني الدرس السابق احنا شرحنا الفكره دي، بس احنا ايه بنعيد الدرس عشان بس ايه الناس تبقى واخده بالها. انا قلت له فلتر فار، ده الفانكشن موجود جوه البي اتش بي، قلت له البوست اللي جاي لي من فيرست نيم هتعمل لي فلتر سانيتايز سترينج، يعني هتنقيه لي او هتعقمه لجمله سترينج. طيب كلام جميل. طيب جه الراجل دلوقتي رجع هنا نفس الفكره، كتب جمله الجافا سكريبت هنا وكتب اللاست نيم اي حاجه وعمل سبميت. لاحظ في اللحظه دي ما طلعش لي اليرت ولا طلع لي اي شيء، بل بالعكس هو الاليرت حوله هي جمله سترينج. هو خلاص فهم ان الحاجه اللي هتدخل له من الفيرست نيم جمله سترينج. نفس الفكره دلوقتي بقى، النهارده هنتعامل مع حاجه ثانيه اسمها الفلتر، الفاليديت فلتر، يعني انا عايزه يعمل عمليه تحقق. الاول هو المرة اللي فاتت كان بينقي وبس، هو لو في أي مشكلة عندي هو بيعمل عملية تنقية وبيظبط الحاجة اللي أنا عايزها، سواء بقى سترينج أو قلت له مثلا انتجر، قلت له فلوت، قلت له ايميل، يو ار ال، على حسب ما أنا بديله الفانكشن اللي أنا عايزها أو الحاجة اللي أنا عايزها. النهاردة بقى هنتكلم عن جزئية مهمة جدا، هي عملية الفاليديت فلتر. طيب السؤال بقى المهم هنا، هو برضو إلى الآن هل في فرق بين الاتنين؟ أه في فرق بين الاتنين. الفكرة إن الفاليديت بيتحقق الأول من الحاجة دي، أنا بقول له لو الحاجة دي مثلا بتساوي نمبر مثلا انتجر، اعمل لي مثلا وليكن سي مثلا انسيرت في قاعدة البيانات، خلاص أوكي أنا ما عنديش مشكلة. طيب لو الحاجة دي مش انتجر مثلا، اطلع لي برسالة مثلا معينة. دي فكرة النهاردة، إن إحنا عايزين مثلا إن المستخدم ده لما يدخل اليوزر نيم بتاعه أو يدخل باسورد، أو على سبيل المثال هو عايز يدخل الإيميل بتاعه، أنا أول حاجة أتحقق إن ده إيميل ولا مش إيميل. طيب إيميل من فكرة إيه؟ من فكرة مثلا آت ياهو دوت كوم، آت مثلا جيميل، آت كذا، الكلام ده كله هو هيتحقق من الحاجة دي. دي فكرة النهاردة عملية الفاليديت. إن شاء الله هنتكلم على الفاليديت. طيب في البداية كده هنختصر حاجة، إحنا هنا عايزينه مثلا على سبيل المثال يحط لي الإيميل بتاعه. طيب لاحظ كمان حاجة، أنا هنا مش هشتغل بال HTML، طبعا ال HTML بيقدر يحل لي فكرة الإيميل، إن أنا لو عملت input type من نوع إيميل هيبدأ يتحقق. طب تخيل إن أنا الـ type عندي text وأنا عايزه في نفس الوقت يتحقق من الإيميل بتاعه،
هو ال HTML لو قدرت اقول له مثلا هنا كده خلاص اوكي، هو خلاص هيفهم ان دي ايميل في ال HTML5 وهيبدا يعمل لي فاليديت من غير البي اتش بي. طب تخيل انا عايز البي اتش بي اصلا، يعني عايز البي اتش بي هو اللي يعمل لي الكلام ده. في الحاله ديت عايز البي اتش بي يعمل لي الكلام ده. طب كلام جميل، هنكنسل كل الكلام ده، نكنسل كل الحاجات ديت مش محتاجينها. مثلا على سبيل المثال نكنسل الانبوت مثلا هنا، نرجع هنا، احنا عايزين عندنا انبوت مثلا هتبقى على سبيل المثال انتر مثلا يور ايميل، وده هنا مثلا الايميل. طيب عشان بس يبقى الكلام بتاعنا ايه لوجيك كده بس ايه في البدايه. طيب وهنا نقول له ايميل. طيب في البدايه انا عندي ويب سايت بتاعي، انا المفترض بقول للمستخدم بتاعي لو سمحت دخل الايميل بتاعك. طيب دلوقتي انا عايز اعمل عمليه فاليديت، فلتر فاليديت للايميل، عايز اتاكد ان الايميل ده اصلا ما يعني اتكتب بصيغه ايميل اصلا ولا مدخول بصيغه ايه. طيب هنا بقى هيختلف شويه عمليه الفلتر. طيب احنا اول حاجه هنعمل متغير عادي خالص، هنسميه مثلا وليكن سي مثلا، نعمل متغير نسميه ايميل مثلا. الايميل ده هيجي لي من البوست مثلا، ناخد بس ديت اختصارا للوقت، البوست اللي جاي لي من ايميل. طيب كلام جميل. طيب الخطوه الثانيه هنعمل ايه؟ طيب هعمل بقى الطبيعي العادي اللي انا بعمله، الفلتر بتاعي ادي الفلتر فار. طب كلام جميل، الفلتر فار كان بياخد قيمتين، بياخد قيمه، هعمل فلتر لمين؟ هعمل للايميل. كلام جميل، هتعمل له ايه المره دي بقى؟ لو رحت انا على الدوكيومنتيشن بتاع موقع البي اتش بي، عندي حاجه اسمها فلتر اللي هي فاليديت فلترز غير السانيتايز. طب كلام جميل، عندي حاجه هنا اسمها فلتر فاليديت ايميل. مثلا على سبيل المثال انا عايز اقول له انا عايزك تتحقق لي ان ده ايميل او لا. طب كلام جميل لغايه الان ده تمام، بس انا دلوقتي لازم اعمل جمله بقى هنا، جمله اف، عشان ابدا ان انا اتحقق من الكلام ده. طب كلام جميل، اجي هنا اشيل كل الكلام ده واقول له اف. كلام جميل، ادي الجمله بتاعتي عشان نبقى احنا ماشيين امورنا كلها تمام. ادي القوسين بتوعنا، وادي القوسين براكتس. طيب وادي دايما عود نفسك ان يكون شغلك كله مترتب قبل ما تشتغل الكود بتاعك. اه انا كده مظبط الشغل بتاعي. كلام جميل. طيب هاجي هنا اقول له اف لو الفلتر فاليديت ايميل. كلام جميل، انا عايز هنا بقى اقول له لو مش فولس، يعني لو مش صحيح. هنا هقول له علامه التعجب معنى ذلك ان الفلتر فار لو مش صحيح. طب مش صحيح ازاي؟ هنا هقول له 3 يساوي فولس. انا بقول له انت هتروح تتحقق من الايميل، لو لقيته مش صحيح هتطلع له رساله معينه، لو لقيته صحيح تطلع له رساله معينه. طب كلام جميل، هنا انا بقول له لو الايميل مش صح المفترض دلوقتي اطلع له رساله ايه؟ مثلا هقول له مثلا ايكو ايا كان، مثلا وليكن سي مثلا هنا ايميل المدخل غير صحيح. طيب كلام جميل، ده في حاله لو الايميل غير صحيح. طب لو الايميل صحيح، طبعا لو الايميل صح بقى خلاص المفترض انا لو هشتغل عندي جمله انسيرت بقى خلاص ابدا اعمل الكويري بتاعتي وابدا اشتغل الطبيعي خالص، بس احنا بنجرب عمليه الفاليديت بس. طيب لو الايميل يعني لو الايميل مش لو الايميل صح، عايز هنا اقول له مثلا الايميل المدخل صحيح مثلا. طيب كلام جميل. طيب ناخد بالنا من الكود تاني ونفهم الكود فكرته ايه. انا عملت متغير عادي خالص، حطيت فيه البوست اللي جاي لي من الايميل اللي هو جاي لي من الفورم بتاعتي، بعد كده عملت جمله اف عاديه خالص، اف والس. كلام جميل، هنا بس اللي اختلف معايا حاجتين. اول حاجه انا بقول له لو الفلتر فار لو مش صحيح، لو بيساوي فولس، لو ما بيساويش فولس
خلاص كلام جميل. هنا اختلف معايا حاجة تانية، أنا هنا بقول فلتر فاليديت ايميل. طيب عكس الحاجة التانية لما كنا بنعمل هنا حاجة، كان في حاجة اسمها ايه؟ تعالى ارجع كده على البي اتش بي هتلاقي مكتوب حاجة اسمها ايه؟ فلتر سانيتايز. المرة دي احنا بنشتغل بحاجة اسمها الفاليديت، التحقق. أنا بقى المرة دي عايزه يتحقق، أنا عايزه يتحقق مش الشغل بتاعي، مش عايزه يعمل لي تعقيم ولا يعمل لي أي حاجة، لا هو يتحقق. لو ده صح هيطلع له رسالة معينة، لو غلط يطلع له رسالة معينة وخلاص. كلام جميل لغايه احنا تمام. نبدا بسم الله نجرب. الراجل ده على سبيل المثال كتب ايميل، وليكن سي مثلا كتب اسمه، ده جمله سترينج مش ايميل. كلام جميل، وقلت له موافق. لاحظ ايه؟ قال لي المدخل ايميل مدخل صحيح. احنا عكسنا هنا، معلش احنا هنا عكسنا، احنا بنقول له لو مش بيساوي فولس، معلش احنا اسفين، هنا هيبقى غير عكسنا بس الجمله. انا بقول له لو مش بيساوي بيساوي فولس، يعني لو هو صح، لو الفكره ان هو صح اطبع له انه صح، لو او مش صح اطبع له كده. يعني بقول له هنا لو مش بيساوي بيساوي فولس، يعني مفيش فيه اي خطا ولا في اي شيء، هتقول لي الايميل مدخل صحيح. طب ايلس والا الايميل غلط. طب كلام جميل، معلش نرجع تاني. الراجل ده كتب جمله سترنج عاديه خالص، كتب اسمه مثلا ادا سمير. طيب انا المفترض الايميل بتاعي بيتكتب كذا ات ياهو دوت كوم ات جيميل دوت كوم. الراجل ده كتب لي جمله سترنج عاديه خالص، وراح اعمل عمليه سبميت. لاحظ قال له ايه؟ قال له الايميل المدخل غير صحيح. طيب هو عرف منين بقى الكلام ده كله؟ هو عرف من هنا، راح على البوست اللي جاي من الايميل اتاكد هي ايميل اصلا ولا لا. طيب لو هي ايميل وخلاص ما فيش فيها اي مشاكل هيقول له الايميل المدخل صحيح. طب لو هي غلط هيقول له غير صحيح. طبعا هنا في الجمله ديت بعد كده بقى لو هي لو مفيش اي مشاكل انت بتعمل جمله الانسيرت الطبيعيه بتاعتك، بس احنا بنعمل بس رساله ايكو بس كده ايه نعرف الناس. طيب كلام جميل. طب الراجل ده كتب ايميل فعلي مثلا سمير مثلا جمال ات ياهو دوت كوم. الراجل ده كتب ايميل عادي اهوت، ايميل طبيعي ات ياهو دوت كوم. المفترض دلوقتي لما اعمل سبميت يقول لي ايه؟ لازم يقول لي الايميل صحيح، لان انا كاتب لك اصلا ايميل صحيح ات ياهو دوت كوم ات جيميل دوت كوم ايا كان، وقلت له سبميت. لاحظ قال لي الايميل المدخل صحيح. اذا هو عمل عمليه تحقق من الايميل. شوف لو كتبت اي حاجه دي مش ايميل. لاحظ قال لي الايميل المدخل غير صحيح. اذا في الحاله دي النهارده جزئيه النهارده هي جزئيه مهمه جدا، اتكلمنا عن حاجه اسمها فلتر فاليديت اللي هي عمليه التحقق عكس عمليه السانيتايز. السانيتايز بتعمل عمليه تعقيم، لكن الفاليديت بيعمل عمليه تحقق. ان شاء الله خلال الدرس الجاي بقى عايز ان انا اعمل ادمج الاثنين مع بعض، انا عايزه ينقي وفي نفس الوقت يتحقق. تخيل احنا كنا الاول نقول له نقي او بنقول له اعمل تحقق، لا انا عايزه المره الجايه ان شاء الله في الدرس الجاي باذن الله هنتعلم حاجه ثانيه، انا عايزه يعمل عمليه تنقيه وفي نفس الوقت يعمل عمليه فاليديت. اتمنى يا رب يكون الدرس عجبكم. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتعمل اشتراك في القناة عشان أقدم لك المزيد من الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.